كل الصباحات الجميلة أرجوها لي ولكم مشاهدين الكرام، وهذه المرة من استوديو البرنامج سننتقل بكم إلى القاعة الكبرى بالشركة العمانية للاتصالات عمان تل بمحافظة مسقط، وحديث حول اليوم المفتوح للمرأة العمانية. الزميل العزيز من هناك أحمد بن محمد المعمري سينقل لنا تفاصيل هذه الفعالية، فصباحات الخير لك يا أحمد، ومباشرة أيضا إليك الكلمة. كل التحية لك سيف ولكل الزملاء هناك في الاستوديو من مخرج ومعدين وكل الطاقم اللي موجود معاكم، وتحية جميلة ورائعة أيضا لكل المشاهد الكريم اللي تابعنا اليوم. مشاهدينا، احتفالات سلطنة عمان بمناسبة يوم المرأة العمانية الذي يصادف 17 من أكتوبر من كل عام بدأت في مختلف المؤسسات الحكومية كانت أو الخاصة أو الأهلية. اليوم احتفالية جميلة وجدا رائعة ومميزة، يوم مفتوح كامل للمرأة العمانية بالقاعة الكبرى بمبنى عمان تل. نتحدث عن تفاصيل هذا اليوم، أبرز ما في الفعاليات المعارض، المصاحبة فيه معانا المهندسة وداد بنت أحمد المعمرية، وهي أيضا المسؤولة والمشرفة على هذه الفعاليات وعلى هذا اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام، وأسعد الله أوقاتكم جميعا. المهندسة وداد بنت أحمد المعمري، كوني مشرفة على هذه الفعالية وكذلك أمين سر النقابة العمالية للشركة العمانية في الاتصالات. لقد ارتئينا كهيئة إدارية للشركة العمانية للاتصالات بعمل يوم مميز، يوم مفتوح للمرأة، وذلك تزامنا مع احتفالات الشركة العمانية للاتصالات بالمرأة أو يوم المرأة العمانية. طبعا نحن نعلم جميعا أهمية هذا اليوم، أهمية تكريم المرأة في هذا اليوم. قمنا بعمل هذه الفعالية يوم مفتوح من جميع الاتجاهات تحت رعاية السيدة معاني بنت عبد الله البوسعيدي وبحضور مجموعة من السيدات. فعالية متكاملة تحتوي على العديد من الفقرات، تحتوي على الشعر، تحتوي على كلمات مميزة للمرأة، كذلك يتخللها جلسة حوارية تشتمل على جميع ما يهم المرأة وحقوقها وأيضا صحتها النفسية، وراح نتكلم على جوانب جديدة في هذه في الصحة النفسية لم يتكلم عنها أحد سابقا. كذلك يتخلل هذه الفعالية معرض مصاحب، رأينا أنه لابد أن نفتح للمرأة العمانية المشاركة من الجانب الآخر في عرض هويتها وعرض الجانب المشرق الآخر لديها. فلدينا عدة مشاركات في هذا المعرض، وكذلك بمشاركة من جمعية المرأة العمانية بعضوات، وأيضا يحتوي هذا المعرض على لوحات فنية في مختلف جوانب، وأيضا الجانب التراثي يتخلله بقوة. هذا بمختصر هذا المعرض. جميل جدا هذا الاهتمام منكم مهندسة وداد بالمرأة، وأيضا لاحظنا هذه المشاركات. أبرز ما يميز هذا المعرض اللي احنا فيه الحين، وأيضا ما هو الجديد من المشاركات اللي موجودة هنا في هذا المعرض؟ طبعا هناك شركات راعية في هذا المعرض، وأيضا موظفات لهن هويتهن في ذلك. فمثل من الشركات التي أيضا شاركتنا اللي هي مثلا مسقط بيوتي، الفخامة للفضيات، عندك عضوات ذات مشاريع خاصة من الجمعية، أيضا ما هو مجال السعفيات، مجال الجانب، كل ما هو يخص للمرأة. فهذا اليوم ما يميزه بالفعل هي بصمة المرأة العمانية من مختلف الجوانب. أيضا لاحظنا إبراز هوية المرأة وبيت المرأة العمانية، يعني التراثي الجميل اللي حاضر وموجود هنا عندكم في عمان تل بمختلف زوايا. فعلا صورنا ذلك في جلسة تراثية مميزة تسمح للمرأة العمانية بأخذ أريحيتها، وفتحنا المجال في ذلك للموظفات بأخذ التقاطة لهذه صور تذكارية لهذا الجانب، كونه جانب تراثي، جانب يميز المرأة في يومها. كل التحية لك المهندسة وداد، وأيضا كل الشكر لكم على هذا الاهتمام وهذه الفعاليات الجميلة والمميزة، ومشكورين أيضا على جهودكم في إقامة مثل هذا اليوم. والشكر لكم أخي العزيز، كلمات شكرا أطرزها بخيوط الشمس اللامعة وأخطها بماء الذهب الصافي، ولكم جزيل الشكر والاحترام.
كل التحية للمهندسة وداد وكلماتها الشعرية، وهي أيضا شاعرة. احنا كنا نأمل أن نأخذ منها بيت من الشعر حول هذا المجال، ولكن لضيق الوقت نعود هناك لزملائنا في الاستوديو ومتابعة ما تبقى من هذا البرنامج. الزميل العزيز أحمد بن محمد المعمري، شكرا لك ولضيفتك الكريمة، كنت معنا من القاعة الكبرى بالشركة العمانية للاتصالات عمان تل بمحافظة مسقط، وحديث حول اليوم المفتوح للمرأة العمانية. طبعا يوم المرأة العمانية راح يكون إن شاء الله على يوم الاثنين المقبل 17 أكتوبر تحت في السلطنة بهذا اليوم. عموما مشاهدي الكرام، احنا ما زلنا معكم في قهوة الصباح، إلى فاصل قصير بعده نعود، فخلوكم معنا.